كابتن زكريا ناصف، تتفق معاه أو تختلف لكنه يفضل مختلف. في الملعب كان مختلف، حتى في طريقة تسجيله للأهداف. وفي المكتب مختلف، مهما كانت الصعوبات أو التحديات بتلاقيه يعيش أوقات كتير مضغوط في ملف أو ملفات ما، لكنه لا يمكن يتنازل عن ستايله أو أناقته. ويلعبها وانتو مع خطيب وشوت شوطه جامده حلوه هدف جميل. ممكن يغضب جدا لقرار خاطئ او لغضب جماهيري لسبب او لاخر، لكنه ابدا مش هيتخلى عن ابتسامته اللي هي جزء من شخصيته. وارد جدا الشغل ياخد كتير قوي من وقته، لكن مستحيل ده يكون على حساب وجبته الرياضيه اليوميه. اجمالا، لاعب أو إداري أو محاضر فيفا أو عضو لجنة تخطيط بالأهلي، زكريا ناصف هو ما وراء العادي وما فوق التقليدي. ثوابت وقناعات أياً كانت الإشادة ومهما كانت الانتقادات. وده من اللعيبه الناشئين ويلعبها وانتو مع خطيب وشوت شوطه جامده حلوه هدف جميل. وخطيب عكسيه وزكريا هو الجول ويفوز في تتر مسلسل حلو قوي لهدى عمار بيقول يا روايح الزمن الجميل، عمار الشريعي. ده جميل، روايح الزمن الجميل اللي انتوا شايفينه كده ومستمتعين بيه ده، لان انا فعلا بقالي فتره ما شفتش الاهداف دي، يعني خاصه ان انا كنت من اكثر الناس قناعه بيه دائما وابدا، يعني لانه احنا تزامنا في الناشئين لفترات طويله جدا، بس هو لاعب بدري درجة أولى وتألق، وكان بسم الله ما شاء الله لولا الإصابة عطلته شوية، لكنه تغلب على الإصابة رباط صليبي من 82 تغلب عليها ويرجع وكان رباط صليبي ساعتها بيبطل لعيبة كرة وفضل مكمل لحد ما يعني أنهى حياته. احترف في ألمانيا في نادي لايبزيج ولعب في النادي الأهلي القطري، غير نجاحاته مع النادي الأهلي، والآن نجاحاته على المستوى الإداري، هو بيدرس في دبلومة الفيفا، غير أنه ما شاء الله منذ أن تم تشكيل لجنة التخطيط في النادي الأهلي وهو عضوا دائما فيها، ومنورنا ومشرفنا كابتننا الكبير كابتن زكريا ناصف. زيكو مساء الفل شوبر، ما تعرفش قد ايه انا مبسوط اني قاعد جوه قناة الأهلي، منتهى السعادة اني ابقى معاك. ربنا يخليك وبارك لك على النجاح. وده مش جديد عليك، ده بالعكس انت في بيتك بتتألق اكتر. الحمد لله. وبهني كل أسرة القناة كبير وصغير. شوية جدعان. الحقيقة أنا بقالي ساعتين موجود، خليت نحل. كله شغال. خليت نحل كله شغال. فبهنيكوا، وده مش مفاجأة، لأن ده الطبيعي للنادي الأهلي لما تكون جوه عيلة الأهلي، سواء بقى في النادي في القناة في أي مكان بتمثل النادي الأهلي، الطبيعي إن أنت تخلص وتشتغل وتساعد على النجاح، لان احنا متفقين كلنا على المركز الاول دايما يا رب ان شاء الله. هنبدا بفزوره، يلا ماشي، على يلا غير بينا. على غير طبيعتي يعني، يلا بينا. عايز اسالك اول قضيه كانت امتى؟ اول قضيه هنقولها بلس 90، كانت 83، 7 يناير 83. بتهزر؟ اه 7 يناير 83. حد غششك؟ لا خالص، ده اصلا ما انساهوش، لان الماتش ده كان ماتش مهم جدا. و طب ممكن تسكت؟ طبعا. لا يمكن تكون الاجابه غلط. يمكن. تعال انا وانت كده نبص على الاجابه. طب يلا.
القاضي ممكن، القاضي ممكن، شوف الكوره وجول، القاضي ممكن، القاضي ممكن، القاضي ممكن، القاضي ممكن، شاط الكوره وجول، القاضي ممكن، القاضي ممكن، القاضي ممكن، القاضي. ومين اللي لعبها لي؟ رئيس اللجنه مختار، كابتن مختار. طب انت، انا كنت لسه حامل فزوره بوظتها لي، كنت عايز اقول للناس مين اللي قاعد على الارض وعمل كده. هو مختار مختار. نعيدها بقى مره ثانيه. نعيدها. بس طلعت شاطر انت ابن لذيذ. لا طبعا. بس حدثناها لك بقى. لا كده 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 بجد، عشان كده قضية، بجد قضية، لانك لازم تحكي لي قصته، الجول ده او الماتش ده بالتحديد. طيب الماتش ده لو تلاحظ كان الثلاث مهاجمين بيبو وطاهر ابو زيدوان. ايوه والله يرحمه كابتن جوهري قال لنا انا، وده دلوقتي في كره القدم في العالم، مش مهم مين يمين مين شمال، اتحركوا بحريه جدا وما تخلوش حد يراقب حد مان تو مان. فلعبنا كده. الحقيقه الماتش ده الجول اتاخر قوي، لان صحيح كنا ليدنج وضيعنا جوال، وكان متالق وقتها عادل مأمور. عادل مأمور كان جول كويس طبعا، وشال شال شال. قبل الجول في كورنر، كنت انا بلعب الكورنر دايما من ناحيه الشمال. ولو اللقطه دي قدرتوا تجيبوها يبقى كويس، هيبقى صعب قوي. انا واقف بلعب الكورنر، واقف جنب الرايه مين؟ كابتن سمير عدلي. والله بساله فاضل قد ايه؟ قال لي دقيقه. فالكره رجعت، فبقيت انا عرفت ان فاضل دقيقه، اخر دقيقه. فرجعت لينا ومختار جاي بيها عشان الوان تو الطبيعي اللي دايما بنعمله. نعم. مع مختار. أيوه. عشان هو ينفرد او يعدي ويلعبها لنا بالعرض. انت خدتها. فانا رحت خلاص، ربنا اداني الهام، بدل ما اعمل التول مختار اعمل تيرن. هو الطبيعي جدا ان انت تديها له. ورايا مين بقى؟ ورايا ابراهيم يوسف الله يرحمه. كابتن حسن شحاته كان رجع ليبرو. نعم. كابتن حسن رجع ليبرو جنب ابراهيم في اخر 10 دقائق. وخدت القرار بالقضية. اول قضية دي تقريباً. اول قضية معاصرة تقريبا، لان اكيد في كتير، اكيد ممكن بس تلاقي، بس هي دي اول قضية معاصرة. فحبينا نبدا كده بتحية للكابتن زكريا بهذه القضية. بس طبعا الهدف في شباك الزمالك ليه طعم مختلف، خاصة لما يكون في الدقايق الأخيرة، وخاصة لما يكون هدف فوز، ويبقى في توفيق انه يبقى هدف طبعا حلم. هدف جميل، لان ده بيرجعنا ل مش قوه وده برضو جول ليك في الزمالك. ها انا ليا جول تاني. ده ماتش 2-2، اتعادلنا 2-2، كنا كسبانين 2-0 وتعادلنا 2-2. انا وبيبو الجولين. نعم. تلاحظ هنا التكنيك بتاع التسديد، مش قوه التسديد، وهنا في فرق شويه. وده اتعلمناه من واحنا صغيرين. يعني من واحنا في مدرسه الكوره بنتعلم الباسنج ازاي، الدريبلينج ازاي، الهيدنج ازاي. دي كانت اساسيات في كره القدم. نعم. كان لازم تاخدها من وانت صغير علشان تمر بمراحل الناشئين لغايه ما يجي لك فرصه الفرستيم. فهنا التسديد هو خاص بالتكنيك، ودي برضو نقطه مهمه للانديه ولفرقنا ولاعبتنا، انه يهتم بالتكنيك اكتر ما يهتم بالاداء الخططي. ده بيجي بعدين. بس مهمه قوي اساسيات كره القدم تكون موجوده عند كل لاعب. طيب خدت الواجب بتاعك. كده والتحيه وتمام، ودلعناك بقى وكله 100 100. تعالى بقى نتكلم على لجنه التخطيط على طول كده. خش. ليه لجنه التخطيط دائما وابدا عند الخسائر او الكبوات لجنه ملهاش لازمه، ولجنه ملهاش اي دور، ما بتعملش اي حاجه، ودول بس بعض من نجوم النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيكرمهم فجايبهم عشان كده. لما يحصل انتصارات ده، عند الخسائر انتم لجنه مالكوش لازمه، عند الانتصارات محدش بيجيب سيرتكم خالص على الاطلاق. ما انت احكي لي بقى ايه قصه لجنه التخطيط. على فكره هو مش بيزعلنا، على فكره مش بيزعلك خالص. تعودته خالص. انت الاقدم في هذه اللجنه منذ ان تم التشكيله مع كابتن طه. طبعا كلنا لنا شرف. كابتن طه اسماعيل، كابتن محسن صالح، ثم الان كابتن مختار مختار. يلا. الحقيقه انا سعيد باني اتعامل مع الثلاث قامات دول، لاني بتعلم منه، كابتن طه، كابتن محسن، ودلوقتي كابتن مختار. بص باختصار علشان الناس تفهم، النادي الاهلي مؤسسه وبيعمل عمل مؤسسي، وعندنا توزيع للاختصاصات.
كل واحد عارف دوره في حدود دوره. لما تيجي بالتسلسل الطبيعي اللي الناس عارفاه من مجلس الإدارة لكابتن الخطيب كرئيس النادي والمشرف عام على كرة القدم، بيجي بعديه لجنة التخطيط اللي مسؤولة مع الكابتن الخطيب، مسؤولة عن قطاع كرة القدم. نعم. مش الفريق الأول بس، في قطاع ناشئين، في أكاديمية، ودلوقتي في كرة نسائية، وفي المستقبل في تخطيط لكرة صلاة. فعلا الأندية كبيرة كده. بص على الأندية العالمية. حلو. النادي الأهلي عدى مرحلة إنه يبقى نادي محلي، نادي عربي، نادي إفريقي. النادي الأهلي نادي عالمي. لازم الناس تعرف كده. وكل اللي بيتعامل مع النادي الأهلي دلوقتي، الأسبوع اللي فات كابتن الخطيب والمهندس خالد كانوا فين؟ في رابطة الأندية الأوروبية. فالنادي الأهلي تصنيفه دلوقتي عالميا وليس إفريقيا أو عربيا. وده قدر النادي الأهلي. نعم. إن أنت مصنف عالميا فلازم تواكب حتى لو ببطء، حتى لو في بعض الأخطاء ده وارد طالما بتشتغل. نعم. بتشتغل بجد بإخلاص بإنكار ذات، مفيش حد بيقول أنا. على فكرة أنا طالع معاك النهاردة ودي أول مرة من 5 سنين أطلع أتكلم. يا نهار أبيض، 5 سنين؟ لأن إحنا عندنا عندنا قرار إن ما نطلعش نتكلم، نشتغل بس. نعم. سواء بقى بنكسب أو ما بنكسبش، ولو إن في ال5 سنين الأرقام بتقول إن في إنجازات. تاخدين 15 بطولة، 3 دوري، 3 كاس مصر، و3 سوبر مصري، و4 دوري أبطال إفريقيا، و2 سوبر إفريقي، و3 برونزيات كاس عالم. انا عايز اقف عند حاجتين هما اللي ودونا ليه بقول النادي الاهلي نادي عالمي. افريقيا وكاس العالم الانديه، 4 من 5 افريقيا، 3 ميداليات، 3 ميداليات. نعم. ورابع و افريقيا 3 وفاينل كمان غير البطولات اللي خدتها. من هنا اسمك بيروح للعالميه. النهارده اي حد، لعيبه، مدربين، شوف يعني اكتب كده الميديا بتقول ايه على النادي الاهلي، نجوم القاره الافريقيه سواء لعيبه او مدربين بيقولوا ايه عن النادي الاهلي. نعم. تعرف ان الاهلي عدى مرحله مهمه. طيب نروح بقى للجنه. في اختصاصات، في قرارات بتتاخد من اللجنه في كل ما يخص كره القدم. في وجهات نظر، بس في حاجة مهمة الناس لازم تعرفها، وده في علم الإدارة معروف. نعم. قرار لما بيتاخد بصرف النظر عن مين اللي صوت أو مين لأ، خلاص بتدافع عن القرار. نعم. بإجماع أو بأغلبية خلاص القرار اتاخد. نعم. فما عندناش مشكلة إن يحصل إن الناس تبقى زعلانة. إن الناس بتزعل دايما من الأهلي بطء الصفقات، بس الأهلي عمره ما كان بطيء في الصفقات. بس ده اتهام. بس الاهلي مش طرف وحيد في الصفقه، في اطراف تانيه. في لاعب وفي وكيل وفي نادي، ده في بعض اللعيبه اهاليهم بيتكلموا في الصفقات. يقول لك كلم بابايا. ازاي يعني ايه؟ هو يقول لك هو كده اتكلم مع بابايا. طب فانت البطء مش الاهلي هو اللي واقف عنده. احنا عندنا تخطيط لقدام. افكرك بان الاهلي تعاقد مع نادي دلفي. نعم. عشان لقدام. عشان عندنا قطاع ناشئين، كابتن ربيع ياسين وكابتن حمد، كابتن ربيع طبعا تم اختياره. بنشتغل علشان مستقبل قطاع الناشئين. لان انت الناس دايما تقول ايه، فين الناشئين ما بيظهروش ليه؟ نعم. طيب ريال مدريد اللي هو بطل اوروبا وانت بطل افريقيا. نعم. ريال مدريد في كام اسباني بقى، مش هقول لك كام طالعين من ريال مدريد. كارفاخال؟ لا بس خلي بالك كان زكريا برضه. ما انا هوضح لك. هوضح لك. نعم. انا ليه بقول كده؟ يا ريت يطلع كل سنه 2-3 مقطع. احنا كلنا طلعنا مقطع ناشئين. ده طبيعي. يعني زكريا ناصف طبعا طبعا وطاهر ابو زيد، ده الثمانينات كله، الثمانينات كله والسبعينات، سماع عرابي وبفضل الله. انا يعني ناس كتيره جدا يعني. انا متفق معك. نعم. متفق معك. ويا ريت. بس في نقطة برضو لازم نقف عندها، السيد محمد حشيش، يعني أسماء كبيرة. في نقطة نقف عندها، إن في النادي برضو في بند كويس الناس برضو مش واخدة بالها منه، هو الإعارة. نعم. الإعارة بتنتج لعيبة بيرجعوا لنا. ده صحيح. وبيتألقوا.
اكرم توفيق، محمد عبد المنعم، نعم، احمد عبد القادر، وفي لسه اللعيبه لازم تاخد وقتها، كريم ندف، كل دي لعيبه راحت ورجعت تاني، نعم، وفي لعيبه تطلع من الناشئين اخرهم طلع اعاره، احمد عبد الدين، يوسف سيد عبد الحفيظ، ويوسف سيد عبد الحفيظ، نعم، ويتالق ويرجعوا، نعم. ليه لا؟ المعيار هنا هو السكواد، انت احتياجك ايه؟ عايز مين؟ طلبات المدير الفني ايه؟ رؤية النادي المستقبلية ايه؟ لأن دي لازم يبقى فيها توافق، وده نعم. بيحصل، نعم. سيبك من ان خلاف زي ما بيتقال بقى، خلاف ونزاع بين اللجنة خالص، بين اللجنة وبين مين بقى؟ وبين كل اه، لا خالص، احنا اكيد بتختلفوا، ده عادي جدا، ده طبيعي، مش كده؟ اكيد ان انتوا بتجيبوا لعيب ويقول لك لا، بس في النهاية يبقى انا هديك مثال عشان الناس بس ما رجعتش شوية، انت بتتكلم على دور لجنة التخطيط، نعم، لما مسكنا في الأول مع كابتن دكتور طه كان خالد بيبو عضو في اللجنة، نعم، السكواد كان فيه مشكلة حقيقة وقتها، وكان لازم نحط بلان للسكواد. ليه؟ هديك مثال واحد، يلا، ميدو جابر وعمرو بركات وحمودي وأحمد الشيخ، ها، وإسلام محارب بيلعبوا كلهم برجل الشمال، نعم، ادي خمسة بيلعبوا في حتة واحدة، والأساسي بتاعهم كان مين؟ وليد سليمان، نعم، ادي ستة شول، شول، نعم، في السكواد، نعم، مين احتياطي؟ حسام عاشور، كانش فيه، كانش فيه، فالسكواد كانت فيه مشكلة، نعم، زائد ان كانت فيه مشكلة تانية خاصة، ودي من الرؤية اللي بنبص لها، هو متوسط أعمار اللعيبة، دي نقطة مهمة جدا، نعم، بس في عقود وفي مدير فني ليه رؤية وليه قرار، أمال هتقيم المدير الفني ازاي إذا كنتش تديله صلاحيات؟ لازم ياخد صلاحيات، تمام، فالحمد لله على مدار الفترة اللي فاتت كل المدربين اللي جم حققوا بطولات، حتى فايلر اضطر انه يمشي لو تفتكر بسبب الكورونا، نعم، كان ممكن يكمل ويحقق بطولات، كان مدرب كويس. الانجازات بقى انت قلتها، نعم، اخطاء بتشتغل، انت بتشتغل، ليه لا؟ ليه ما يكونش في خطا او اتنين؟ بس اجمالا، نعم، انت واصل لفين؟ تيجي قطاع الناشئين، كانت في مشكله كبيره في قطاع الناشئين، ان العدد كبير قوي وبتلعب في كل البطولات، جمهوريه وقاهره، فكنت بتلعب كل سن، فلما جينا مدرسه الكوره فيها 500 لاعب، قلنا لا نشتغل على الكواليتي لان ده النادي الاهلي، فبقوا كام؟ 150 لاعب، مشيت 350، اه، دلوقتي بتشتغل كده، القاهره بتلعب جمهوريه بس، فدمجت كل سنين علشان تقلل عشان تشتغل على النادي الاهلي، والنتائج بدات تبان، يعني انت لما بتشتغل من 3 سنين وجبنا مدير فني اجنبي، ودلوقتي الكابتن بدر رجب موجود بعد ما رجع من الامارات، بدر رجب، وليد سليمان، وما تنساش بقى، نعم، اه، تقف بقى عند الكوادر، ودي نقطة مهمة، ان وليد سليمان كادر، محمد شوقي دخل، نعم، ولسه وقبليه كان خالد بيبو كادر، نعم، ودخل ودلوقتي مكمل كمنسق، فاذا الرؤيه العامه يا احمد مش بطوله ويلا واكسب، او مهاجم هات مهاجم والمشكله في مهاجم، ده انت بتكسب على مدار السنين اللي فاتت، اه انت عايز، بس انت عايز بمواصفات المدير الفني، طيب برضو اتفضل، لا لا كمل، فاللي عايز اقوله ايه، ان انت بتشتغل على اكاديميه ليها بلان، قطاع الناشئين ليه بلان، الفريق الاول ليه بلان، الكره النسائيه دلوقتي دخلت واول ماتشين كسبوا الزمالك في الزمالك، وتاني ماتش وادي دجله، ولسه وجبنا له مدير فني اجنبي فرنساوي، وديمتري ده مصنف، ولان الكره النسائيه كان لازم نعمل لها بلان، فمن سنتين عملنا اكاديميه البنات، تاني سنه لعبنا فرقه ناشئين، ثالث سنه اللي هي دي بنلعب فرستين. طيب كل اللي انت بتقوله ده جميل، وجمهور النادي الاهلي يقول لك 100 فل و14، لكنه في النهايه انت عارف خساره مباراه السوبر ولا ضربات ترجيح الدنيا بتقوم وما بتقعدش، والجماهير بتزعل وبتغضب، يعني السنه اللي فاتت زعلت الخساره امام اتحاد العاصمه الجزائري، والسنه دي زعلت عشان الخساره امام نادي الزمالك، فالناس بدات تقلق للمستقبل، يعني رجعت تاني نغمه المهاجم، رجعت تاني نغمه الجناح، رجعت تاني نغمه التدعيم، رجعت تاني نغمة البطء اللي حضرتك قلت عليها،
رجعت تاني نغمه العين اللي بتختار، يعني مثلا مودست ما كانش افضل ما يكون، وبالتالي ما زالت الناس كلام الكابتن محمد رمضان انه الاهلي هيجيب صفقتين، انت عندك يوم 25 يعني 12 يوم فقط لا غير، بتخططوا لده ازاي؟ هل هناك بطء بالفعل؟ هل هناك تاخير بالفعل؟ هل هناك نقص في الاموال بالفعل؟ هل هناك تفاوض الان من اجل ضم صفقتين جديدتين للنادي الاهلي؟ طيب ناخدها من الاول. نعم. دايما انت بتبص على السكواد بتاعك ايه الاماكن اللي ناقصه؟ نعم. كان في اماكن نقصت وجي بدايل فيها. لما بتتكلم على اصابه نجم زي معلول، نعم، ربنا يشفيه ويرجعه للنادي الاهلي تاني. نعم. كان لازم تتحرك على طول. لازم اللي يجي يلعب. نعم. يعني ما ينفعش اعمل صفقه واجيب لحد اجيب لاعب ما يبقاش بينافس على الاقل اللي موجود، ما يبقاش احتياطي. نعم. يجي يلعب وده حصل. داري حصل بعد عبد المنعم على. نعم. طول. بن رمضان رقم عالي جدا على النادي الاهلي رفضناه. الساعي بقى موجود، وعمر الساعي ولد كلهم بيقولوا لعيب كويس بروميسنج للنادي الاهلي. عندنا اربع لعيبه بيلعبوا اجنحه، اتنين اجانب واتنين مصريين، عندك اتنين مهاجمين موجودين، باقي واحد. نعم. وده احتياج، وعندك لسه مكان. نعم. لاجنبي. فانت بناء على برضو دي نقطه مهمه، رؤيه للنادي متمثله في كابتن الخطيب في اللجنه ودلوقتي مدير رياضي، وده كان قرار متاخر بتاع المدير الرياضي طبعا، لان. نعم. كانت الرؤيه والبلان ان يبقى في مدير رياضي زي الدول زي الفرق الاجنبيه كلها كبيره، ورمضان عنده تحدي وهو قد التحدي هيقدر ان هو يقوم بالدور ده. نعم. وبالتالي عندنا وقت. الناس عايزه تدوس على الزرار، ما ينفعش تدوس على الزرار لان في التفاوض في تفاصيل كتيره قوي، وما ينفعش كمان يا زيكو يستنوا كتير. طالما انا المدير الفني لان هو صاحب القرار وهو اللي بيقول انا عايز في المكان ده، وبعدين ممكن يغير رايه. بيغير رايه؟ ممكن الظروف تخليه يغير رايه. فبيلاقي ان السكواد الاولويه في مركز معين نشتغل عليه على طول، وشغالين على فكره لان سكاوتينج شغال جامد. الناس منتظره قبل القيد ما يقفل، وهيحصل طالما هيحصل ان شاء الله. مصري ولا اجنبي؟ والله المتاح الاثنين، وما نقدرش نقرر الا لما بنعلن. انت عارف دلوقتي ما بقاش سهل، يعني بدا يتعرض عليكم كلجنه تخطيط عندنا اسماء. عندنا عروض. بص، النادي الاهلي وصل زي ما بقول لك، العالميه ادته فرصه انك تفتح. كل واحد بيجي. انا جالي ثلاث اسماء. انت جالك؟ انا واحد من صوفيا مش عارف ايه، وواحد من نادي ايه فرنسي، وواحد من نادي، جالي اسماء حتى ما رضيتش اقولها. ومش هينفع في قناه النادي الاهلي لما تقولها وتطلع خبر غلط يبقى ملوش لازمه. هنا ما ينفعش اجتهاد ولا ينفع. نعم. نتكلم لان بنحافظ على اسم النادي الاهلي. لكن اولا الان انت خليت نحل شغاله النهارده. كان في اجتماع، بكره في اجتماع، بعد بكره في اجتماع، وامبارح في اجتماع، كل يوم في اجتماع. طيب سؤالي، كل يوم في شغل. انتوا اجتمعتوا اخر مره امتى لجنه التخطيط؟ النهارده. النهارده وبكره في. طيب سؤال، هل اتعرض؟ كان اول امبارح. ماشي كويس. اتعرض عليكم اسماء كتير. مين اللي بيعرض؟ هاني رمزي ولا محمد رمضان؟ بيجي لنا كلنا، بنحط على الترابيزه كل اللي بيجي له. كويس. يعني بس انت في النهايه انت بتاخد وقت، السكاوتنج بياخد وقت في شغله. ماشي اوكي. لان انا عارف ان في ولاد شاطرين في السكاوتنج، ولازم بعد ما احنا بنفلتر بنعرض على الراجل، والراجل ليه رؤيه. بتعرض على كولر؟ طبعا. على كولر طبعا. نعم. وبيحصل بقى بينه وبين رمضان، لان رمضان بينوب عن اللجنه في بينوب عن اللجنه وبينوب عن الكابتن الخطيب طبعا. نعم. فبص، الاختصاصات واضحه جدا بالنسبه لنا، ما عندناش اي مشكله. عايز اطمن الجماهير كلها ان زي ما انتم قلقانين احنا كمان قلقانين، زي ما انتم زعلتوا احنا زعلنا، لان زعلكم غالي جدا علينا. ومش تقصير قد ما هو شغل.
والشغل ده ممكن يبقى متاخر شويه، بس التفاصيل كتيره قوي ما بنتكلمش طيب فيها، لان مش دورنا ان احنا نتكلم. التركيز يعني في الخط الامامي، يعني الصفقتين خط امامي. اه لان انت ديفنس ما عندناش مشاكل في اي مركز. حتى في مركز لو انت بتتكلم على الاجنحه والمهاجم زي ما الناس بتتكلم، وبشوف يعني اجتهادات هسميها اجتهادات يعني. لا فيش انفرادات، ما فيش حد بينفرد من كل الاعلام، ما حدش بينفرد، لا ما حدش عارف الحقيقه. نعم صحيح حقيقي، انتوا نفسكم ما تعرفوش اللعيبه اللي جايه حقيقي. نعم. حقيقي لسه شغالين كل يوم. ايوه فالفكره في ايه؟ الفكره ان حتى لو افتراضا ما جاش حد الا في يناير، انت ما عندكش مشكله، وده وارد. ما ما ممكن تختار وما توصلش لديل. النادي اللي انت بتفاوضه، اللاعب اللي انت بتفاوضه، ممكن يحصل، ليه لا؟ طب ده على المستوى الخارجي ولا الداخلي؟ بالنسبه لل يعني التعاقدات بره فيها مشكله، لانه اوعى تفتكر ان الداخلي اسهل. لا والله طبعا الله، مش في نادي ممكن يبقى انت تطلب منه لاعب المدرب يقول لك لا انا عايزه، الاداره هتقول له ايه؟ حصل مع حد؟ لا انا بقول لك ممكن افتراضا. نعم فوارد جدا ان انت مش بالضروره دلوقتي، وخلي بالك نعم يعني اسم الاهلي دلوقتي تقدر تصنفه خليجيا اكتر منه افريقيا. نعم انا بتكلم من ناحيه خليجيا. اه طبعا آه. انت دلوقتي بتتساوى مع انديه الخليج في الارقام الخليج. بتاعتك الخليج. الخليج خليجيا خارجيا. لا خليجيا آه. ليه؟ لان دلوقتي انت النادي الاهلي، النادي الاهلي انت بعد ما حققت مكسب على الهلال في الامارات، وحققت مكسب على الاتحاد في السعوديه، انت وصلت ان انت فاي واحد بيبص لك انت كنادي اهلي، انت نادي غني وبالفعل بنمر بظروف، وانت عارف ومصر كلها عارفه ظروف احتياجنا للجانب الاقتصادي فيما يخص الدولار، مش بالسهوله ان الدولار يتوفر زي ما انت عارف. فالارقام وممكن تقف عند جزء اقتصادي، ممكن تقف عند جزء فني، ممكن تقف عند جزء لاعب مطلوب، بس احنا حطينا دلوقتي معايير في اللاعبين مش الملعب بس. طيب استاذنك اروح للفاصل، بعد الفاصل اعرف معايير اللاعبين اللي تم وضعها من قبل لجنه التخطيط والمسؤولين عن الكره في النادي الاهلي. دي اسئله بتهم جماهير النادي الاهلي، نحاول نجيب عليها من خلال ضيفنا كابتن زكريا نصر. يا ده مجدي واحده كمان والله. يا سلام حلوه. اتعد علاء للخطيط، ده داخل الجول الثاني، الجول الثاني يا كمان يا ولد يا لعيب، وماشي مصطفى ولعب الكره اوفر حلوه وعلى طول بدماغه يا زكريا ناصف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عيني، اخر حلاوه اخر حلاوه. الهدف الثاني للنادي الاهلي احرزه. ماشي زكريا، وده من اللعيبه الناشئين، ويلعبها وان تو مع خطيب، وشوت شوطه جامده حلوه حلوه، هدف جميل. علاء ميهوب طويله لمصطفى، هو الباك الشمال مصطفى بيلم، مصطفى ماشي ماشي ويعدل الكره وبيلعب اوفر، جميله جميله يلعبها، برافو، جوه جون زكريا، يطلع عالي ويحط الجول الاولاني بدماغه، كره ملعوبه حلوه من مصطفى عبده ناحيه الوينج اليمين، بتلعب عرضيه في حلق الجول، ينط عليها زكريا ويحط جول جميل بدماغه في الدقيقه 14.
جول اولاني للنادي. طاهر ابو زيد، السيد خرشد، علاء ميهوب، مصطفى عبده، وعلى طول وعلى طول بدماغه زكريا ناصف، الجول الثاني للنادي الاهلي. سيبك من حلاوه اجوان زكريا وتمريرات علاء ميهوب، بس اوفرات مصطفى عبده لا 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 لا, لا. مصطفى عبده حاجه سابق عصره واوانه وزمانه بصراحه. كابتن زكريا حاجه جميله جدا. انت متخيل ان احنا كنا بنبقى عارفين المكان اللي بيرفع منه، هنروح على القريبه ولا على البعيده؟ أيه. لان هي رايحه في الحته دي. نعم. وهو شايفنا من بعيد. يعني في جول اسك 3-1 ده. جول اسك اهو. بص انت قايم عارف، مش عارف ده جون ولا مش جون. انا وقعت وبعد كده قمت عايز اجري. أيوة. مش قادر. أيوة. انا خدت بوكس. بص صرف امامي. لا المجري. لا لا يا جمال، سابق عصره واوانه مصطفى. طيب قبل الفاصل قلت لي كان دلوقتي في معايير لاختيار اللاعبين. الناس بتلوم عليكوا احيانا، يعني مثلا مودست، هل ده كان داخل المعايير ولا كان خارج المعايير؟ حتى معايير خروج اللاعبين اليو ديانج مثلا، ناس كتيره دايما تسال على احمد ياسر ريان، شايفين انه مهاجم من العيار الثقيل وولد جميل وما خدش حظه وفي الاخر تم بيعه بشكل نهائي. يعني ممكن تحكي لي شويه في موضوع المعايير ده؟ طب و واللي جم؟ بقى احكي لي بقى، احكي لي. يعني هو لا بص، انت بتجيب واحد مثلا بوزن وحجم رضا سليم ما بيلعبش اساسي، ده لعيب تقيل قوي. انا شفته في لا هو فكره يعني. ان قرار المدير الفني في السكواد يا شوبير، مش ده يجي يلعب اساسي وده يجي، لا انت عندك سكواد كل اللعيبه بنسبه بلاش 100% 90% اي حد منهم يلعب. فانت لازم في السكواد يبقى عندك 2 لعيبه وممكن يبقوا 3، ولازم يبقى في جوكرز. دي مهمه جدا. نعم. انت عندك دلوقتي اكتر من جوكر موجودين في التيم. عندك عمر كمال عبد الواحد جوكر. نعم. اكرم توفيق جوكر، كريم فؤاد ربنا يشفيه، خالد عبد الفتاح جوكر، كريم فؤاد جوكر. نعم. طاهر جوكر. نعم. فانت ده انت محتاجه في السكواد. وده مهم جدا. هو ليه الناس بتقف عند انت وقفت عند مودس؟ قرار المدير الفني لازم بنحترم. مش بالضرورة ان كل لاعب كويس انت ضامن 100% ان هو هيجي هيبقى كويس. ماشي. وده طبيعي. موافقك على فكرة، موافقك. ما تأقلمش، ما دخلش بدلك، مش في حاجات كتير. المدير الفني هو صاحب القرار، ما نقدرش نتكلم، لا عمرنا ما نتكلم ده لعب ليه وده مش بتاعتنا خالص. صحيح. المدير الفني ليه صلاحيات والتقييم بيجي. هل مش في فترات في بعض الاوقات يا كابتن زكريا انه المدير الفني على عيني وعلى راسي، لكن انا كاداره، انت بتتكلم في كابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح، قبله كابتن طه اسماعيل، بعده كابتن مختار، حضرتك، كابتن حسام غالي، معناها بس يحصل بيحصل. يا عم تعالى في ايه الدنيا لازم لا 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 ده جزء من الشغل طبعا. نعم. بس انت ما بتقوليش بقى ايه بعد كل ماتش اقعد معاه او بعد كل شهر اقعد معاه، لا انت بتشوف في تستشعر قصور في حاجه جايه في المستقبل احنا شايفينها نتكلم. والراجل على فكره متفاهم جدا، متفاهم وبيطلب مننا رايكم ايه. ليه لا؟ ليه كلام كتير انه حصل خلافات كبيره بينه وبين الكابتن محسن صالح؟ ما حصلش خالص. بس القرارات بتاعت اللجنة، المناقشه، اختلاف في وجهات النظر، ده طبيعي جدا. لكن جداً. في القرارات هو انا اسال سؤال، هو الجهاز الفني متفق بيختلف في الاراء؟ طبعا في اختلافات، ده طبيعي، ده في كل العالم طبعا. انما في النهايه في صاحب قرار هو اللي بيقرر التقييم. طب النتائج النتائج طبعا. ما انت بتشوف نتائج. طيب البدايه بتاعت السيزون كانت ايه؟ لو انت بقى عايز تسيب اللي فات، لان اللي فات النجاحات اكتر من السلبيات. بدايه السيزون ده بتتكلم ده كان سؤال، ماتشين افريقيا ماشي والماتش السوبر. نعم.
ماتش السوبر ضربات جزاء ضربتين جزاء خلص الجيم. ايا كان بطوله ضاعت على النادي الاهلي كويس وضاعت من النادي الزمالك. لا وخلي بالك مش هستسلق معاك. حصل السنه اللي فاتت ايه؟ ماشي مع اتحاد العاصمه ايه اللي حصل بعد كده؟ يبقى الناس تهدى وما تقلقش. انا ده على انا كان سؤالي ليك لا كان سؤالي ليك، انا سؤالي عكسي. قولي هل استشعرتم الخطر بعد مباراه السوبر؟ اقول لك بمنتهى الامانه اكمل. قول احنا هنا بنتكلم لصالح النادي الاهلي. الناس مش حكايه ان انت خسرت بضربات الترجيح، انه الشكل ما كانش كويس، انه الاداء ما كانش كويس جداً. وبالتالي فالناس خافت على السيزون كله في النادي الاهلي. اتفضل. واحنا اتحركنا. نعم ده اللي انا بقوله. استشعرتوا الخطر؟ طبعا اتحركنا. لما اعلنتوا ان انتوا وقفتوا خلاص احنا مش هنجيب صفقات اتحركنا اتحركنا. لكن بيجي وقت مش غلط على فكره في الاداره انك تعدل من القرار لو المسار ما فيهوش اي مشكله. مش عيب ان جدا لان خلي بالك في كره القدم متغيرات كتيره قوي. ده صحيح. و و و و والكره العالميه ماشيه زي الصاروخ. نعم. كل يوم في جديد وطرق لعب جديده وافكار جديده ولاعيبه بمواصفات مختلفه. بلينجهام السنه اللي فاتت مكسر الدنيا مع الريال، بدايه السنه دي سيئه. الريال بقى له سنتين ثلاثه ميت على مبابي من ساعه ما راح لحد دلوقتي بيجيب معظم اهدافه ضربات جزاء. بيحصل. بس برضه استشعرتوا الخطر ولا ما استشعرتوش؟ طبعا طبعا طبعا. عملتوا ايه بقى؟ هو ده السؤال. بص موضوع الفكره بتاعت عشان الناس ربطت الفكره بتاعت المدير الرياضي كانت مطروحه. ده صحيح. بس كانت عايزه توقيت. نعم. هي ال عشان كده عشان كده ما حطيتوش مدير كره من علم الاداره في علم الاداره. نعم. ودي معروفه جدا ان في قرارات مهمه قوي انك تقول توقيت القرار. نعم. التوقيت ده مهم جدا مش بس القرار. فانت ماشي بهدوء لان احنا عارفين، ولما بتمر بظروف عندك حلول ولا لا؟ انت عندك حلول دايما لان عندك بلان اي وبي وسي كمان. ما عندناش اي مشكله ان الناس تبقى قلقانه. طبعا الجمهور يبقى قلقان على ماتش ودي. نعم. ممكن يبقى قلقان. فده طبيعي جدا وبنقدره وبنحترمه جدا مع جمهورنا يعني. انما في النهايه انت عايز تشوف نتيجه، عايز تشوف محصله. انت السيزون كدوري لسه ما بداش، بس انت داخل على تحديات سوبر مصري وسوبر انتر كونتيننتال اكبر سوبر في العالم. جامدة جدا. نعم. السؤال بقى هو الجهاز الفني واللعيبه مش حاسين بالمسؤوليه؟ مش عارفين مسؤوليتهم تجاه النادي وتجاه الجمهور؟ عارفين طبعا. نعم. ولما بيحصل وده طبيعي على فكره ان الكيرف بيبقى طالع نازل في اي فرقه في العالم، ده وضع طبيعي جدا. نعم. انت بتجيب سيره ريال مدريد، ريال مدريد مش باديه الموسم كويس، بس انت ما عندكش مشاكل تخوف قوي غير ان انت ايه قلقان عشان خسرت بطوله. طبعا تقلق واحنا نقلق. ولازم نقف ونتحرك وبشكل ممكن يبقى مفاجئ كان للناس كلها، لان الناس كانت متوقعه مين مدير الكوره. بس احنا كان لينا رؤيه اتاخرت، الرؤيه دي كانت موجوده وخدنا قرار في التوقيت واخترنا الراجل المناسب في التوقيت ده علشان يقوم بالمهمه، مش حد من بره. لا حاسس حد ان من رمضان جوان. محظوظ انه ما بداش مع مباراه السوبر، والا كان ممكن يتحرق عند جمهور النادي الاهلي، فكان الافضل انه يدخل بعد مباراه السوبر. ما تقدرش تقول كده لان انت ما هو في النهايه انت ما عندكش مشاكل، يعني ما عندكش مشاكل في اوضه اللبس، ما عندكش مشاكل مع الجهاز الفني، هو هو والسياسه هي هي، والراجل متوفر له المناخ كويس قوي لان احنا ودي مهمتنا. نعم. انك توفر مناخ للعيبه وللجهاز الفني في كل طلباتهم في احتياجاتهم. عايز تضغط شويه لما الكيرف بينزل عايز تضغط شويه بتضغط، ليه لا؟ فانت عملت حاجه فوقت غيرت عملت محمد نقله. رمضان قصدك تعيين محمد رمضان؟ عملت نقله. نعم. عملت ازاي نقلة. العلاقه ماشيه ما بين رمضان وما بين كولر؟ بقى لهم قد ايه؟ اسبوعين ثلاثة ما بتبان، ما فيش اي مشاكل، بالعكس تفاهم. بقول لك يعني معناها ما في مشاكل، انا بسالك لا 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 خالص، علاقه جيده طبعا لانه رمضان ليه شخصيه الحقيقه. خالد بيبو كان فيه معوقات كتيره جدا قدام السنه اللي فاتت عشان يكون امنا، يعني راجل حصل على كل البطولات تقريبا مع كل المعوقات اللي كانت قدامه، وسيد قبليه كان ناجح طبعا، وسيد سيد مدير كره عظيم. الفكره كلها في ايه؟ في انك بتدور دايما على نقله للنادي الاهلي. نعم.
فانت بتعمل نقله جديده بشكل يتناسب مع اسمك ومكانتك. مش غلط، التفاهم طبيعي. ليه التفاهم ده بيبقى طبيعي جوه النادي الاهلي؟ عشان المنظومه هي كده، كل واحد عارف اختصاصاته، كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف يخش من الباب ده ولا لا، يتكلم في الموضوع ده ولا لا، ياخد قرار ولا لا، كل واحد عارف دوره. فبالتالي ما عندناش اي مشكله خالص. الناس انا بطمن ويمكن انا ببص كده للكاميرا بعد بص اذنك، بص زي ما انت. انا بطمن الجمهور، اوعوا تقلقوا على النادي الاهلي. نزعل بس خلاص، ملف اتقفل زي السنه اللي فاتت. اللي جاي تطمنه خالص، مفيش مشاكل في السكواد بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي عارف خطواته وعارف، وتفاهم كبير جدا مع كولر والجهاز الفني، فاطمنوا على النادي الاهلي في اللي جاي باذن الله. طيب نروح لفصل ونرجع نكمل. يلا نروح لفصل. مركز باك شمال، ومحتاجين فيرويد تاني يعني يكون ممتاز وفت يقدر يساعد النادي الاهلي، لان احنا عندنا مهاجم واحد بس، فمحتاجين مهاجم تاني يكون قوي وفت. بالنسبه للهجوم عايزين مصطفى زيكو وعبد الرحمن الابنوبي، على اعتبار ان هم فعلا لعيبه اثبتوا وجودهم في الدوري. اللي في احتياج شديد جدا لرايت وينج ومهاجم يعني فيرويد. من عبد الرحمن بنوب، بتمنى مصطفى زكريا يكون تبع النادي الاهلي. صراحه احنا عايزين التلت الهجومي، يعني عايزين يبقى في مهاجم مع كابتن اسام، الوينج يمين وينج شمال، يبقى حد اجريسيف اكتر كده على الجون، الجانب المهاري. احنا طبعا كجماهير الاهلي بنحب نحب نكسب ونحب نستمتع. محتاجين كده كده، احنا محتاجين فيرود واحد او اتنين كمان، ومحتاجين وينج، لان النادي الاهلي عنده بطولات كتير جدا، فمحتاج دايما لعيبه، مش واحد ولا اثنين، احنا محتاجين اثنين ثلاثه دايما في كل مركز. احنا محتاجين فورورد مهاجم، وسام طبعا لعيب جامد جدا وكويس جدا، ومعاه كابتن كهربا برضو، لكن انا شايف ان ده مش كفايه. احنا عندنا بطولات كتيره جدا جدا بنلعب بيها، العنف الشديد اللي بيتلعب بيه علينا من الفرق الثانيه لا يخلينا محتاجين مهاجم تاني، محتاجين جناح شمال. احنا عاوزين راس حربه تاني عشان ما يكونش الضغط عليه عالي. طبعا افرض اتصاب، افرض عنده يعني تحمل كتير، افرض عنده اصابه، عنده اي حاجه، لازم يكون فيرويد تاني. عاوزين مثلا سيرد باك كويس كمان، عاوزين مثلا هاف مكان زي الاصابه بتاعت علي معلول. طبعا عاوزين واحد زي مكان علي معلول يبقى كويس جدا. نفسنا طبعا على طول دائما لجنه التخطيط تبقى في، يعني تبقى جاهزه للي جاي، مش ان احنا نستنى يبقى محطوطين في الموقف ده، ان احنا نبقى مزنوقين وعمالين بندور على لاعب باسرع وقت. احنا بنطلب منهم سرعه الاداء، بمعنى ان ما يفكرش في الموسم ده، يا ريت، واكيد هم بيعملوا كده، يفكروا في الموسم الجاي، احتياجاتنا ايه الموسم الجاي، يشتغلوا عليها. الحاجه اللي باكد عليها برضو كانت تميز النادي الاهلي جدا، السريه التامه. احنا حاسين ان ناس كتير قوي بتتكلم مين جاي مين مش جاي، فابتدي الجماهير في الشارع اللي انا واحد منهم نتعلق بحاجات كتيره جدا وممكن ما يكونش ليها اي اساس من الصح. السرعه، يعني احنا عايزين، يعني لما احنا دايما بنسمع عن بقى كتير وفي الاخر ما بنلاقيش حاجه، فاحنا عايزين بقى يبقى العكس، احنا مش عايزين نسمع عن بقى كتير، عايزين نلاقي اللعيبه على طول. بايدينا بسرعه، بس مش امال بايد مين؟ لو مش بايدينا امال بايد مين؟ لا بايدينا. انا طب اسالك سؤال، انا اسالك سؤال، اوضح لك. طب اسالك سؤال، اتفضل. هو انتوا كلجنه تخطيط برئاسه الكابتن مختار عندها صلاحيات كامله ولا لا؟ مليون في الميه كامله. كابتن محمد رمضان كمدير رياضي عنده صلاحيات كامله ولا لا؟ وصلاحيات مدير كوره. طيب يبقى بايدين مين؟ بايدين اللي انت بتطلبه. لان خلي بالك في ارقام وفي تفاوض، لو انت بتاخد لعيب من نادي، انت بتتفاوض دلوقتي مع النادي ومع اللاعب، مش النادي بس ماشي، ومش اللاعب بس ماشي. التفاوض ده معناه ايه؟ انت مش داخل فاترينا في سوبر ماركت عليها سعر بتروح تشتريه وتمشي. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان في سعر للسوق وفي سعر ليك، سقف ليك. لان خلي بالك انت ما ينفعش كمان، ودي نقطة برضو الناس لازم تعرفها وجمهورنا يعرفها، انت ما ينفعش تخرج عن السكواد بتاعك.
انت عندك سكواد، ما ينفعش تبعد قوي. تبعد في ايه؟ في الماديات؟ طبعا طبعا لازم تبقى حريص في بس العلاقة. ما في لاعب بياخد مليون دولار وفي لاعب بياخد خمسة بس يعني بس ما يبقاش يعني الجاب كبير. لا ما يبقاش الجاب كبير. لازم لا ما انت بتتكلم بتقارن بين الاجنبي والمصري. لا مثلا لا ما هو انا بكلمك كبير. على ده اللعيب اللي هتجيبه من بره ما هيكون بمبلغ عالي. بس انت كويس بس انت برضو في فرق بين مبلغ عالي للنادي اللي بياخده وفرق للتعاقد مع عقد اللاعب. فانت لازم تحسب كل ده. الحته بتاعت التفاوض، النادي او اللاعب اللي بره مش حاطط تسعيره وانت رايح تشتريه، انت رايح تتفاوض على التعاقد، فدي بتاخد وقت شويه. انما كان في امثله بس عايز ارجعك لكابتن مختار واللجنه وصلاحياتها والقرارات اللي هي بتاخدها مع طبعا كابتن محمود الخطيب وصلاحيات المدير الرياضي، صلاحيات المدير الفني وهكذا، متحدده ومعروفه، محدش بيتدخل في الصلاحيات. انما كل واحد عارف دوره، كل واحد بيشتغل، والا ما كناش نحقق نجاحات. يعني مش ممكن تكون بتشتغل غلط وتحقق نجاحات، استحالة. ماشي، لازم تكون بيشتغل. انت بتقول لي اجتمعتوا ثلاث مرات في اخر اربع ايام. ولسه كل يوم في اجتماع. ده مش شغالين. ده معناه ان مفيش تهريج. لا هو في تركيز. ده على مدار السنين على فكره. لا بس ما كانش بالزخم ده. ليه؟ علشان انت عندك تايم ليميت. تمام. فبالتالي لازم تشتغل. يعني لازم بكره تسرع العمل. يبقى عندك 11 يوم. لازم تسرع. وتلحق ان شاء الله. هل ممكن تلحق السوبر ولا صعب؟ ممكن. اذا تم عندك يوم 20 اذا تم الاتفاق وتم التفاوض وتمت الاجراءات، لان كل دي ممكن تاخد وقت. وفي النهايه ممكن حد يرجع في كلامه، زي مين رجع في كلامه في صفقه قالوا ان احنا المتاخرين. مين اللي رجع في كلامه قبل كده في صفقه راحت بالعيد؟ هو اللي رجع في كلامه. ماشي، احنا كنا ريد. هو اللي رجع في كلامه. خلاص صفقه راحت، تعمل ايه؟ واحد غير رايه. خلاص. فانت بالوقت، بالارقام، بالتوقيت، انت بتشتغل وبتشتغل باخلاص، بتشتغل بجد، باحترافيه وبامانه، علشان برضو الناس تبقى عارفه انك عايز تخلص وعايز تحل اذا في مشكله. بس هو في النهايه الناس بتتكلم على، انا سامع طبعا لما شاورت لي على اراء او طلبات، الناس طالبه باك ليفت. يعني بيقول لك احنا عايزين باك ليفت. طب ليه؟ ما هو انا اوريدي عطيت الله جه وكان مطلب عضو. بالظبط. يعني ده بالمناسبه. اتفضل. انت تعلم انه جماهير النادي الاهلي، اللي انا واحد منهم وحضرتك واحد منهم طبعا، بنعشق حاجه اسمها علي معلول، والكل في انتظار قصه علي معلول. ما انت لو جبت لعيب اجنبي مكره اخاك لا بطل الا اذا قدرت تبيع حد من اللي مالوش يعني مكانة أساسية. الكلام بيتقال، علي هيرجع ولا لأ؟ هتجيب لعيب أجنبي ولا لأ؟ هل من الممكن إنه حد من اللاعبين الأجانب في الفريق يمشي ويعود علي معلول للفريق؟ الإجابة دي بدري. إنما علي بدري ولا صعبة؟ لا بدري. مش فيش صعب. إحنا دايما عندنا حلول وحاطين بدايل. إحنا في انتظار علي. لأن علي قيمة كبيرة جدا عندنا ومكانة ونتمنى انه يفضل في النادي الاهلي، ما يرجعش تونس بعد ما يقول انا استكفيت كورة. نتمنى انه يفضل لانه هيفيد النادي الاهلي معانا، انه هو كادر وده واحد من الكبار في النادي. حتى هو بعد الاعتزال، يعني تتكلم ما بعد الاعتزال، انت شايف انه علي هيبقى كادر في النادي الاهلي كمان؟ طبعا. نعم. على فكرة علي وهو مصاب ليه دور معانا في اوضة اللبس. هلا ده واحد من الكبار، هو وشناوي ورامي والسولية، دول اللي مسيطرين. وانت عارف دايما على مدار، ودي من الحاجات اللي بنحافظ عليها على مدار تاريخ النادي الاهلي، ان بيبقى فيه كبار طبعا، سواء الستة كبار، تمانية كبار، اربعة كبار، لازم يبقوا موجودين في التيم، لان دول بيساعدوا الجهاز الفني، بيساعدوا كولر في ضبط ايقاع وتهيئة مناخ. هسألك سؤال مفاجئ. هل من الممكن ان انا الاقي مثلا من يناير علي معلول لاعب في احد الانديه العربيه، الدوريات العربيه،
ثم يعود اليك من بدايه الموسم الجديد؟ انت سابق قوي، دي الاجابه، انت سابق قوي في في السؤال. نعم. ان انت لسه علي في مرحله تاهيل. انت بتتكلم في شهر يعني على 15/11 يعني، وعلى ما يرجع الملعب اتكلم في كمان شهر، تبقى دخلت في يناير اللي هو موعد القيد الجديد. خلاص يبقى اذا كله متاح، كل على الترابيزه، كل الحلول موجوده. انتوا عايزين تعملوا اي حاجه لعلي؟ طبعا. كل حاجه لعلي. علي بالنسبه للنادي وقيمه، وبالنسبه للجماهير، وبالنسبه لنا احنا يعني اتكلم مع مجلس الاداره اللي هم يعني مفوضين كابتن خطيب في اداره الكوره، اتكلم معاهم على علي معلول، هتلاقي علي ده بالنسبه لنا داخل مش بس افتكر اليوم اللي لبس فيه شرط الكابتن. طبعا شوف كان الجمهور عامل ازاي، طار بيه طبعا، هو نفسه كان احساسه بانه بقى كابتن النادي الاهلي. فلا علي حاله استثنائيه. مين زعلت عليهم ان هم طلعوا اعاره؟ لا في الاعاره ده قرار مش عاطفي، ده قرار عملي. لا انا ما بتكلمش على عاطفه، انا بتكلم على زعلت. زعلت شايف ان الفريق كان محتاج للاعيب ده. لا يعني كل لاعب، لا ما اقدرش اقول زعلت، لان اللاعب اللي بيطلع اعاره انت عندك، عشان افكر الناس بس من الكبار، ديانج، احمد عبد القادر، كريستو طبعا، دول اعارات. انا كنت اتمنى كريستو، عندي من الاولاد الصغيرين احمد عبدين، يوسف سيد، عبد الحفيظ. انا كنت اللاعب وده برضو كان بالاتفاق مع مستر كولر على كريستو، لان كريستو ولد بروميسنج جدا لمستقبل النادي الاهلي طبعا، وهيجي له دور، وهيجي له وقت هيبقى ستاندنج، وهيجي له وقت هيبقى شايف انه هيرجع الاهلي تاني. طبعا ما هو معار. ليه لا؟ بس برضه مشكله اللعيبه الاجانب. ما ليه لا؟ بص المعار يفرض نفسه زي ما حصل في تجارب قبل كده. نعم. بتلعب وبتحقق هترجع قندوسي ما فرضش نفسه بتألقه مع سيراميكا واحرازه اهداف بعيدا عن المشكله. انا بتكلم على فنية. المستوى فنيا ما لعبش في المكان اللي بيلعب معانا فيه، او اللي مستر كولر بيطلب منه طلبات في المركز بتاعه، بيلعب في حته تانية خالص. فعشان كده بيلعب فري مع سيراميكا، فبيلعب فري مش مطلوب منه حاجات بتطلب. النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي اللاعب لازم يلتزم بتعليمات المدير الفني. لازم، والا ما تبقاش النادي الاهلي. طيب خليني اروح لاسئله السوشيال ميديا طبعا، عشان لسه عندي فقرات مهمه مع كابتن زكريا ناصف. يلا نشوف اول سؤال. طبعا انا لو يعني نظري ايوه، سؤال كابتن زكريا ناصف، داليا الكابتن، ودي صديقتنا على طول داليا، كنا طبعا عارفين اهلاويتك واخلاصك للاهلي، لكن رد حضرتك ايه على طبعا مش عارف اشوف كده يا جماعه، على بعض النجوم القدماء اللي بتنتقد حضرتك وشايفين وجودك في منصب في مهم النادي الاهلي رغم لعبك نادي الزمالك، وتحياتي لحضرتك كابتن شوبير. انا ممكن ارد بالنيابه عنك في هذا الامر، يعني ممكن احد ياخد قرار عصبي في وقت كده، بتحصل حاجات يعني بتخلي في قرار عصبي، لكنه في حاجات تتجاوزها بسرعه. اعتقد وانت شاب بيبقى في اندفاع وممكن تاخد قرار انت بعد كده تقول لا ما كانش المفروض تاخده، لكن ما ينفعش تسيب بيتك اللي انت اتولدت فيه وتربيت فيه. بمناسبه بيتك انا هقطع السوشيال ميديا واجيب لكم صوره مهمه جدا، لانه دي ما يعني انا عارف يعني صوره عزيزه عليك، لكن حطها لنا وما ينفعش تحطها على الشاشه اللي ورانا دي يا جماعه ولا ايوه بالنون. تعالى بقى نتكلم الاول على الدكتور عمرو ابو المجد. الله على جماله. كابتن عمرو ابو المجد ابونا واخونا والعزيز علينا كلنا، ربنا يديله الصحه، ومن اول المدربين اللي علمونا مبادئ وقيم قبل كره القدم، اخلاقيات عامله ازاي، دي مدرسه الكوره. وفي بعض اللعيبه اللي انت بقى الاول انت طلعني
لو انت انا طلعت من وسط الف اول اول واحد قاعد على اليمين خالص زكريا نصف اهو انت شكلك ما اتغيرش اول واحد اهو قاعد زكريا نصف بس اللي على شمال الدكتور عمرو ده حسام البدري ايوه واول واحد واقف ده حاتم كردي عليه رحمه الله الله يرحمه وبعدين بعد حسام البدري اللي على شماله ما اعرفوش اللي بعديه اشرف صبحي عليه رحمه الله برضو ايوه وبعدين واحد ما اعرفوش وبعدين خالد الجندي ربنا يديله الصحه ما اعرفش ده ملعب غفار اللي جنب خالد الجندي ولا لا ماهر تقريبا ماهر اللي جنب حاتم الكردي تقريبا قد يكون يعني ده بس ده انا بس دي رد على قصه انك دي ممكن دي ست شهور لكن هنا من سن 8 سنين لكن هرجع تاني لاسئله السوشيال ميديا لانها مهمه جدا بعد ما خدنا سؤال داليا الكابتن وناخد السؤال اللي بعديه معلش يا النقله من شاشه لا لشاشه لا عادي عادي. خلينا نشوف لجنه التخطيط ده محمد علي لجنة التخطيط لابد أن يكون لها دور أساسي وليس استشاري في بيع وشراء اللاعبين أسباب خسارة السوبر الإفريقي للسنة الثانية على التوالي من وجهة نظرك يا كابتن زكريا لجنة التخطيط ملهاش دور استشاري لها دور في القرارات فيما يخص قطاع كرة القدم نعم وده من أول ما بدأنا اللجنة مع الدكتور طه اسماعيل نعم. وبعديه كابتن محسن صالح ودلوقتي كابتن مختار دور أساسي في كل ما يخص كرة القدم مشكلة الناس إنها ما بتسمعش اللجنة وما يعرفوش تفاصيل هم عايزين اللجنة فرصة إن احنا نسمع اللجنة مرة أحب أجيب مسؤول مرة تبقى خمس سنين كل خمس سنين مرة أوكي بس فيما يخص الخسارة يعني اللعيبة حست إنها كانت ممكن تبقى احسن من كده ودي ودي وده كويس الاعتراف بان انت كنت بالخطأ. كسلان نعم. ثقه زياده شويه نعم. بعد انجازات وده كيرف بينزل ويطلع تاني وهيطلع تاني بسرعه ماشي. باذن الله بنطمنهم على اللي جاي باذن الله السؤال اللي بعديه انت عندك اسئله سوشيال ميديا كتيره جدا جدا حاولنا نختصرها بقدر الامكان ليه ما فيش مؤمن عبد العزيز مش كده ليه ما فيش اهتمام باللاعبين الاجانب تحت السن رغم وجود لاعبين مميزين جدا لعبوا فريق اول عندهم 17 19 سنه ليه ما فيش تخطيط مستقبلي للاجانب بمعنى ان لو عندي لاعب فوق السن عقده هينتهي كمان سنه او اتنين لاعب مش عارف ايه يحل محله قبل رحيله بسنه او اتنين يكون اكتسب خبره وتكون الاسعار اقل ردي على ده في لعيب اوريدي في لعيب عندنا اوريدي اجنبي ومعار في نادي الاتصالات نعم موجوده الفكره ومتخطط لها وعندنا بلان للاعبين اللي تحت السن فعلا يعني طيب ناخد السؤال الاخير مساء الخير كابتن شوبير عايز اوجه رساله للكابتن زكريا هل في صفقات تانية ولو في هتبقى محليا ولا افريقيا ولا اوروبيا من غير تفاصيل أيوة. في لاعبين ايوه باذن الله نلحق قبل القيد نعم و حسب رؤية المدير الفني احنا بننفذ طلباته ولكن في رؤية للنادي برضو بنطرحها على المدير الفني وبنتفق معاه على القرارات اللي بتتاخد نعم في قرارات بإذن الله قبل القيد بإذن الله عايز أسألك عن قرار رحيل مودست ومحمود متولي كان قراركم ولا كان قرار جهاز فني خاصة ان كولر كان عايز يمدله 3 شهور كان قرار لجنه التخطيط مع الكابتن الخطيب فعلا ايوه كهربا هيعمل موسم كويس قوي والناس ما تقلقش على راس الحربه حتى لو احنا اتاخرنا ليناير كهربا تاني هداف الفريق على فكره كهربا هو عايز يلعب اساسي على وسام وده تحدي حلو ومنافسه كويسه قوي وانا بقول له انت يعني مهم بالنسبه للسكواد بتاع النادي الاهلي ومهم انك ترجع منتخب مصر تاني لانه هو كان لعيب في منتخب مصر طبعا فالدور عليك الكره في ملعبه وهو نفسه وعد وملتزم وبادي كويس الموسم ده مش شايف انها غريبه اتنين مديرين كوره بهذا النجاح سيد عبد الحفيظ نجاح رائع طبعا ما خالد بيبو نجاح رائع لكن الاتنين بيمشوا مش غريبه شويه ما مشيوش من الاهلي موجودين مشي من منصبهم ما حدش يمشي من الاهلي الاهلي ده في القلب يا باشا انا بس مشي من منصبهم علشان الرؤيه بتاعه المدير الرياضي
وخصوصا ان احنا عايزين ناخد خطوه لقدام فيما يخص البلان بتاع النادي الاهلي. التوقيت زي ما قلنا كان له عامل مهم، الناس ربطت بخساره لكن هي مش مرتبطه، ده كان في بلان لده ومحطوط، وبالتالي رؤيه النادي فيما يخص المستقبل ان يبقى في مدير رياضي. مش هزنقك قوي في السؤال ده، لا انا بتكلم على ان مش غلط ان انت في عز خليني ما ازنقكش قوي في طيب السؤال، خليني اعديها. لا 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 انا بقول لك ان مش عايز ازنقك قوي، لكن عايز اسالك انك تغير. هل كولر كان ليه دور في ان الاثنين يمشوا؟ لا 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 ولا في خالد بيبو؟ لا 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 لا. طيب ماشي برضه مش هزنقك. لا لا خالص في حاجات. طب قطاع الشباب والناشئين انا عايز اقول لك بس خبر، لان انا قلته في بدايه الحلقه انه طلعوا لعيبه من منتخب الكابتن احمد زوري التسنين وشغلانه. طبعا النادي الاهلي ما فيهوش ولا لعيب منهم خالص، وده بيؤكد انتم ماشيين على الاقل في الجانب ده بشكل جيد. لكنه هو عيب يا كابتن زكريا انه واحد يبقى عنده 16 سنه او 17 سنه يلعب فريق اول ما تهرب وزيد شفناه كده، وشفنا كتير من اللعيبه الصغيرين لعبوا وتالقوا بسم الله ما شاء الله ونجحوا في 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 اسماء في اسماء. يعني انت كنت بتدي فرص لناس صغيرين، كابتن خطيب لعب عنده 18 سنه كسر ده من زمن الزمن و19 وممكن انت لعبت 18 كم سنه؟ لعبت كم سنه في 19 ونص 19 ونص علاء ميهوب طبعا فلته من فلتات الكوره يعني حاجات. بص في رد مفاجاه شويه للناس ان ربيع لعب وهو سنه 18 سنه. نعم في رد مفاجاه للناس شويه ان انت ما عندكش وقت، والمدير الفني سواء كولر او اللي قبله ما عندكش وقت ولا السنين اللي فاتت انك تبص انك تدي فرصه، لان تلاحم على فكره موافقك تلاحم الماتشات كل ثلاث ايام والجمهور لا يرضى الموسم اصل النادي الوحيد اللي مضرور وده قدرنا هو النادي الاهلي. نعم ليه مضرور؟ لان انت بتشارك في بطولات غير الانديه الثانيه كلها اللي في مصر. نعم محدش بيلعب زيك 60 ماتش و55 ماتش في الموسم، وفي نفس الوقت انت ما شوف بقى انت بتتكلم ايه على ناشئ ياخد فرصه. انت ما عندكش الرفاهيه انك تصلح حاجات بسبب ان انت تاني يوم في راحه. نعم. ويوم تدريب ويوم اللي بعده بتجهز للماتش اللي بعده، فعامل الوقت هو المشكله الرئيسيه في الحته دي. امام عاشور علق. امام عاشور لاعب مهم جدا للنادي الاهلي والمنتخب مصر، قدراته الفنيه والبدنيه تسمح له انه هو يتصدر نجوم مصر ونجوم افريقيا. وبيجي وقت للاعب انه هو يحس شويه يكسل شويه، بيجي الوقت انه هو يبقى فيه غرور شويه، ده طبيعي جدا، بس ازاي بتلحقه؟ نعم وده بيحصل. اتلحق جدا من كولر اولا. نعم ثم دلوقتي محمد رمضان ثانيا، والاثنين ليهم ادوار في الموضوع ده كويس، وهتشوفوا امام اللي شفتوه. يعني انت بتعد انه امام وكهربا السنه دي ده غصب عنهم مش بمزاجهم. حلو غصب عنهم. غصب عنه ده قدره انه نعم. يلعب في النادي الاهلي نعم. وما يبقاش قد المسؤوليه. طيب جاهز لأقر وأعترف؟ أنا أقر وأعترف؟ طبعا. جاهز جدا أنا أقر وأعترف مع كابتن زكريا نصر. حلوة دي. كابتن زكريا نصر تقر وتعترف إن سبب وجودك في لجنة التخطيط هي العلاقة الشخصية الرائعة بينك وبين الكابتن محمود الخطيب؟ لا بيبو يعني بعيد عن الملعب وعن الاحترام المتبادل وعن التقدير، لو انا مش 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 مناسب بالنسبه لاختيار كابتن محمود الخطيب كعضو في لجنه التخطيط انا نفسي اقول له بعتذر. انما النادي الاهلي لما يطلب مني حاجه تتناسب مع قدراتي ومع امكانياتي، انما مفيش ابعد خالص عن اي شبهات. لا بيبو يقدر يقول لي بكره زكريا خلاص دورك انتهى. نعم هقول له طبعا انا هرجع عضو في النادي ومشجع وبلعب فرقه الشمس ومشجع نعم. وداعم لمجلس الاداره وداعم ليك في كره القدم.
طيب رغم انك جاوبت من خلال الحلقه لكن هو سؤال محطوط فوق. تقول طيب. اعترف تقول تعترف ان لجنه التخطيط بلا صلاحيات او دور؟ عايز اجابه كلام مش كلام كلام عاري من الصحه خالص. اللجنه ليها قرارات وبتمضي عليها وبتتاخد، لان اي حاجه تخص قطاع كره القدم لازم تعدي على اللجنه. بس في وجود كابتن محمود الخطيب طبعا سواء رئيس اللجنه طبعا والمشرف العام طبعا فاللجنه ليس دورها استشاري، دورها قرارات، بتاخد قرارات فيما يتعلق بالصلاحيات بتاعتها في قطاع كره القدم. تقر وتعترف ان موسيماني هو من رفض التعاقد مع سفيان رحيمي وفضل عليه ميكيسوني؟ هنا انتوا بقى دوركم، ما تزعلش مني بقى، اصله ايه الشمس باينه ومنوره. كان وقتها في مشكله في التعاقد المادي وقتها، وكانت الامور ماليا في النادي كميزانيه غير من 4 سنين. لا بس انتوا خلصتوا كل حاجه مع سفيان رحيمي. بس وامير شبه استلم هنا 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 وموسيماني زي ما انت قلت اجابه قاطعه. هنا لازم تقيم المدير الفني. هتقيمه زي اخر الموسم، ما هيقول لك انت جبت لي لعيبه انا مش عايزه. طب انا مش هلعب، هتعمل ايه؟ تمشي المدير الفني عشان لعيب ولا توافق له وتشوف النتائج؟ الطبيعي اني اوافق له واشوف النتائج. بس باينه انما 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 لما تلاقي ان 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 انت سالتني على مونس. قلت لك لا، ده قرار اللجنه. لان اللجنه شايفاه ان لا ما يتجددش. تقر وتعترف ان في قرار داخل لجنه التخطيط بالاستغناء عن علي معلول؟ ان احنا ايه قلنا إن احنا تقر وتعترف ان هناك قرار داخل لجنه التخطيط بالاستغناء عن علي معلول؟ لا ما حصلش، ما فيش قرار خالص. تمام، ده احنا في انتظار علي. حلو. عشان يناير وعندنا حلول لعلي. كويس. يرجع ويرجع اقوى من الاول كمان. هنغني له انا في انتظارك. يا نغني له. تقر وتعترف ان محمد عبد المنعم اكبر الاهلي على بيعه خوفا من رحيله المجاني مع اقتراب نهايه عقده؟ لا 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 لا, لا. لا بالعكس، احنا وبنرحب باي حد يجي له حاجه زي محمد عبد المنعم على فكره. مش ضد ده خالص، بالعكس. لو انه الدنيا ما مشيتش قوي مع منعم في فرنسا، هيبقى قدامه ان شاء الله هتمشي وهينجح وهيتالق، بس احنا بنفترض السيناريو الأسوأ، ممكن يجي له عروض لانديه اصغر او 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 في النهايه نسال لك انا ممكن ارجعه لك، هتضحي؟ سؤال صعب شويه. لا لا لا. في جزء فني وفي جزء اقتصادي. لازم ترجع للجزء الفني بالنسبه لمارسيل كولر. مفيش اتنين بيختلفوا. وجزء اقتصادي فيما يخص النادي. لان ده قرار نادي. مش قرار فني لجنه، ده قرار نادي. عايز ترجع الفلوس تاني ولا لا؟ فني عايز تعمل تفاوض. عايز محمد 4.5 مليون. بس انا 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 مع نجاح ان شاء الله هينجح. ان شاء الله هينجح، يعني خلينا متفائلين. ماشي. انه يقدر ينجح محمد عبد المنعم. تقر وتعترف ان التعاقد مع مودست كان قرار خاطئ من البدايه؟ كانت رؤيه فنيه من كولر، والولد حاول واجتهد لكن ما قدرش يحقق اللي كنا نتمناه. بس عمري ما هنسى له هدف السوبر برضه، انه جاب السوبر للنادي الاهلي، ما مش هنساهوله يعني. تقر وتعترف ان ازمه القندوسي الاخيره عجلت برحيل اداره التعاقدات؟ لا لا ملهاش علاقه خالص. ليه رابط ده بده؟ بسألك. لا مفيش رابط. دوري ان انا اسال ودور. لا 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 مفيش رابط خالص، لان قرار اداره التعاقدات تحت اشراف محمد رمضان. ملهاش علاقه خالص بقندوسي. طيب. خالص. تقر وتعترف ان اختيار ريكاردو سواريش لتدريب الاهلي كان قرارا غير موفقا؟ التجربة في تقييمها ما تقدرش تقيمها تجربة فاشلة أو ناجحة، لأن إحنا كانت لينا رؤية في الحتة دي. إيه هي؟ شايفين المستقبل. فكنتوا جايبينه عشان المستقبل؟ كنا فمشي يعني بعد 3 شهور. يعني كنا متوقعين. آه. وشايفين إن التجربة دي ممكن تنجح،
ان يبقى في مشروع زي فايلر. ما جاش على قد توقعاتكم؟ اه ما كانش على قد التوقعات. تقر وتعترف ان كولر هو صاحب القرار النهائي في التعاقد مع اي لاعب او الاستغناء عن اي لاعب؟ بنسبه 100% بموافقه اللجنه. تقر وتعترف ان دائما ان اتهام النادي بالبخل والبطء في ملف الصفقات هو اتهام ظالم جدا 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 يعني. تقر وتعترف ان اختيار محمد رمضان في مهمه المدير الرياضي سببه محاوله عوده الانضباط والالتزام داخل صفوف فريق الكره؟ لا. امال محمد رمضان جاي اضافه لنجاح الفريق الاول ونجاح التكمله لسلسله النجاحات برؤيه جديده بمنصب جديد بصلاحيات جديده اضافه للبلان بتاع لجنه التخطيط. انا اقر واعترف اني بحبك من زمان وانك صديق جميل وعشره عمر وكنت من اللعيبه الجمال والله واني استمتعت بالحوار معاك وانك كنت وحشني على الهواء. انا بقابلك في النادي باستمرار جبت جوال انت اول امبارح الخميس جول واحد بتلعب جول واحد بس حسبت اربعه بنالتي لينا طبعا طبعا لينا طبعا مش عايز كلام يعني منهم بنالتي منهم بنالتي من نص الملعب فرقه الشمس النادي الاهلي تاكيد لموروثات لازم ناكدها موروثات جوه النادي الاهلي من الستينات بنكملها واللي بعدينا يجي يكمل وده الطبيعي في النادي الاهلي تواصل الاجيال دي من اجمل الحاجات. عايز توجه اي رساله لاي حد؟ خالص مفيش غير جمهورنا الحبيب اطمنوا ان كل من يعمل في النادي الاهلي بيعمل بانكار ذات خلوه شكل الكاميرا زي المره اللي بيعمل بانكار ذات بكل ما يملك من طاقه وخبرات في مجاله في تخصصه حريصين على اسعاد الجمهور لان انتوا بالنسبه لنا الوسيله والهدف الوسيله في تشجيع اللعيبه والهدف هو اسعادكم فاطمنوا على النادي الاهلي وما تخافوش على النادي الاهلي في وجود مجلس اداره حريص على كل حاجه ومش بس في الكوره على فكره ده كمان في كل اللعبات ان شاء الله فاطمنوا على الكوره في النادي الاهلي. نورتني يا كابتن زكريا بشكرك شكرا جزيلا اشكركم اعزائي المشاهدين الحقيقه حلقه انا استمتعت بيها يا رب تكونوا مستمتعين بيها بكره ان شاء الله حلقه هتعجبكم يعني انا متاكد انها هتعجبكم ضيفها اثنين مش واحد انتوا بتحبوهم خمنوا وقولوا لي وبعد ما تخمنوا وتقولوا لي ابعتوا لي عايزين تسالوهم في ايه. السلام عليكم.